طيب هاي المثال عندنا نطبق برنولي على هاي المسألة اللي موجودة هون. عندي موجود هذا هون الفلويد، ايش البريشر اللي له او البريشر اتموسفيريك؟ رح نفترض احنا رح ناخذ جيج بريشر، وجيج بريشر بريحنا شو بنعتبر؟ بنعتبر انه قديش الجيج بريشر هون؟ زيرو، بي اس اي جيج او اتموسفيريك جيج بريشر، مش هيك؟ مش الضغط احنا بنقول مساوي للضغط الجوي على جيج بريشر بنعتبره انه زيرو، ما فيش بريشر. والسرعة تبعته هون؟ زيرو. إذا هون عندي، هلا شوفوا شو صار فيه. هذا من هون أخذته البمب، البمب هي هون الموتور والبمب. مين السورس للميكانيكال إنرجي هون؟ الإلكتريكال موتور. مين اللي عم باخذ الميكانيكال إنرجي وبحولها لهيدروليك؟ البمب. فالبمب شو بتعمل بالبريشر؟ زيرو. أو الهيد، ترفع الهيد، إذا البمب هون، وهذه عبارة عن كابلينج. الكابلينج اللي هي، عارفين شو الكابلينج؟ عندي ميكانيكال شافت وميكانيكال شافت بدي اشبكهم ببعض. كيف بدي اشبكهم ببعض التو ميكانيكال شافت؟ يا باخذ ريجيد كابلينج. ريجيد كابلينج يعني بتمسك هالشافت وبتمسك هالشافت هذا بتحطهم مع بعض، بيكون في هون فتحات للبراغي، بس بسد بحط الست براغي هذول وبشدهم. ريجيد هاي ريجيد، نعم بتحط بيريز بينهم ماشي. بس في نوع ثاني اللي هو فلكسيبل كابلينج، مرات انا ما بضمن انه هذا المحرك يكون الايند 100% مع البامب، فبكون عندي الشافت هذا بجيبه الشافت هذا وبينهم بحط شيء اسمه فليكسيبل كابلينج. الفليكسيبل كابلينج ايش بتسمح؟ بتسمح بشويه مس الاينمنت اذا هم مش على بعض بالضبط. فهون عندي كابلينج بين المحرك، هذا المحرك راح ياخذ الطاقه الكهربائيه يحولها لطاقه ميكانيكيه. قديش الباور الميكانيكال باور اللي ديليفرد هون راح تكون؟ كيف بدي احسبها؟ تاو هي تي في اوميجا، مش هيك؟ وهون الكتريكال باور، بدخل عندي الكتريكال باور بتتحول لميكانيكال باور تي في اوميجا، الميكانيكال باور بتتحول ل البريشر راح تكون عباره عن تي في كيو، تي في وحدات، فهون راح يصير في فلو، الفلو هذا وحدته كيو، ايش كيو؟ اي فلو ريت؟ فوليومتريك فلو ريت، كيوبكس بير كيوبيك مترز بير سكند مثلا، وبس انا بس ما مررت بس فلويد، شو اعطيت كل واحد من الفلويدز هذول؟ رفعت البريشر تبعه. البريشر صار زي الفولتج، والفوليومتريك فلو ريت زي الكرنت. وزي ما كنت في هون بقول انه عندي فولتس بير جول، عفوا الفولتس بتساوي جولز بير كولوم، مش هيك؟ فكاني عمال بقول اذا عندي فرق في الجهد هون بين هون وهون، معناها كل كولوم من الشحنه عم بعطيه جول. نفس الشيء باجي هون بطلع على البمب هاي، بقول البمب هاي عمالها بتزيد البريشر تبع هذا الفلويد اللي بيطلع هون زي الفلويد اللي بدخل هون؟ لا ايش الفلويد تميز هذا عن هذا؟ البريشر اعلى، ونفس الشيء هذا له طاقه اعلى من هون، كهربائيه هناك وهون بريشر، فهذا بريشر. فانا اخذ وقديش عمالي بزود؟ عمالي بمرر فلويد معين من هون كيو اللي هي كيوبيك متر بير سكند، فهي البامب بامكانها تمرر كذا كيوبيك متر بير سكند وترفع الضغط لكل متر مكعب من هاي بضغط معين، فالضغط هون راح يكون اعلى من الضغط هون. ايش راح يصير الان بالضغط بمرورا في هذا الفايت؟ بخسر، راح ينزل. لكن هذا الفرق امتى راح يبين؟ بس لما يكون ايش فيه؟ امتى راح يبين فيه فرق في البريشر بين النقطة هاي والنقطة هاي؟ لما يكون فيه فلو عالي، فلو بس زي الريزستر. امتى الريزستر ببين فيه فرق في الجهد عليه؟ لما يكون فيه كرنت مار فيه. نفس الشيء هون، فهاي البامب عمالها بتمرر الفلويد، الفلويد هون عم بيرتفع البريشر تبعه ورد بينزل مره ثانيه هون عند النقطه هاي. هلا بعدين ايش راح يصير بالبريشر تبع الفلويد مره ثانيه؟ راح ينزل من هون، راح تتحول الطاقه تبعته للبريشر هون، راح يرد ينزل. البريشر هون مختلف عن البريشر هون، ايش سبب الاختلاف بين البريشر هون وهون؟ الارتفاع. كيف يعني هيد بين هون وهون؟ وهذه راح تعطي الطاقة اللي موجودة هون. إذا هلا بإمكاننا نطبق هاي المعادلة، المعادلة هاي شو بتقول؟ بتقول هلا المعادلة ما راح آخذها، بقدر آخذها بين أي نقطتين بدي إياها. بس أنا لازم أحدد وين بوينت 1 وين بوينت 2. فراح أجي أقول بوينت 1 لو فش البمب وفش هاي راح يكون عندي هون اتش، راح نسمي هذه اتش 1، خلينا نحط المعادلة نكتبها. المعادلة كانت بآخر شكل اتش 1 زائد متذكرين هاف في 1 سكوير على جي، مش هيك مضبوط؟ زائد بي 1 على رو جي زائد اتش تبعت البامب ماينس الاتش تبعت اللوسز. راح اوقف انا عندي اثنين هون،
بيساوي H2 زائد half V2 تربيع على G زائد P2 على رو G. هاي المعادلة هون دكتور. هلا نعم البرشر كلام في غير انه الارتفاع الفيتنجز ما بتأثر على البرشر. هو اللوسز هاي. لا هون وين هون؟ اه طبعا رح يصير في لوسز في هذا البايب. الفيتنج ما برضه ما بتأثر غير هو قصدك هاي كلها كلها مش هيك؟ هاي رح تصير لوسز في البايب هذا بدك تاخذها بعين الاعتبار. انت لما تيجي تقول عندي من هون لهون في عندي فرق في البريشر من هون بس هذا راح يضيع في البايبس من هون حتى يرجع لزيرو مره ثانيه من هون فكانه فرق في الجهد فكانه عندي هون الجهد هذا اعلى بس راح يضيع في البايب اللي موجود هون لما اخذنا من واحد لاثنين بس اخذنا هدول لاحظوا ما دخلتش البامب الهيدروليك موتور عفوا ما دخل هون لانه وقفت عند اثنين هلا بدنا ناخذ هدول الارقام ونعوضهم هون بدنا نشوف هلا انا ببساطه بقدر اقول انقل H1 على الجهه الثانيه، ايش رايكم؟ ننقل H1 على الجهه الثانيه واحط هون H2 ماينس H1، و H2 واضح انها اعلى من H1 فعندي هاي الطاقه اللي موجوده هون. V1 قديش؟ زيرو. وP1 جيج بريشر كمان زيرو، فهذول صار عندي ال H تبعت البامب ناقص اللوسز لما بيصير بفلو معين بدها تساوي جزء منها تحول لطاقة وضع من هون جزء منها تحول هذا الفلويد اللي بدخل هون فيه له سرعة وهي عبارة عن كينيتيك انرجي بس معظم الشغل المفروض هون اعطاني احنا شو هدفنا اصلا من البداية انسى ال وانسى الاشياء التالية احنا ليش حطينا البامب عشان نشغل مين الموتور وحتى اشغل الموتور ايش لازم احط له عند النقطه هاي بريشر فهدفي كله شغله من هون اني اطلع بريشر عالي بريشر 2 هون يعني البامب اشتغلت هاي الهيدروليك بامب اشتغلت انا غلبت حالي ورحت جبت الكتريك موتور عشان اشغل البامب البامب صارت تلف على سرعه معينه واعطت البريشر هون مزبوط انا خسرت شوي من البريشر هون بس هدفي الرئيسي من البريشر اللي ضل هون يشغل مين فهيو هذا هون بي 2 على رو جي هو البريشر اللي انا مجهزه عشان اشغل فيه الهيدروليك موتور اللي موجود هناك ما كان هدفي انا ارفع السرعه بس صارت رفعت السرعه فعندي في طاقه راح تصير كينيتيك انرجي مخزنه وبعدين هاي المسافه انا مجبور عليها ما فيش شيء اقدر اعمله اوكي هاي المسافه هون انا ما كان هدفي اضيف طاقه وضع لهذا الليكويد اللي موجود هون ولذلك المفروض لما نحسب القيم راح الاقي معظم البريشر اللي جهزته هون راح يبين هون راح اخسر منه جزء بسبب الارتفاع هذا راح اخسر منه جزء بسبب طاقه الوضع اللي رفعتها هون وراح احسب منه جزء بسبب الكينيتيك انرجي الموجوده هون، بس معظم يعني هدفي كله ليش انا مغلب حالي وباني هذا السيستم؟ عشان اعمل بريشر دروب هون؟ ولا عشان ارفع الليكويد للنقطة هاي؟ ولا عشان ارفع سرعة الليكويد؟ لا، هدفي الرئيسي كان من هاي بدي اخذ من هون هاي البمب وتحرك هذا الهيدروليك موتور، فبدي ارفع البريشر، رفعت البريشر هون، للأسف إني خسرت شوي من هذا البريشر هون. وللأسف إنه صار في ارتفاع هون مضطر أنا عليه، بس هذا مش هدفي من العملية، هدفي الرئيسي ان البريشر هون P2 يكون عالي واعلى من البريشر تبع الاتموسفيريك بريشر عشان يشغل هاي المضخه، بعدين برد بنزل هذا البريشر هون، واضح نزول البريشر من هون لهون تحول لايش؟ في الفلو ريت تحول لميكانيكال باور وشغل اللود هذا اللي موجود هون، اوكي هذا هو كل هدفي، انا اخذت طاقه كهربائيه كان بامكاني على فكره ما استعملش هيدروليك سيستم، شو اعمل؟ اشبك الالكتريك موتور بدي اسال السؤال طب ليش انا كل اللي عندي صحيح لانه في لسبب معين انا حابب يكون هذا هيدروليك سيستم بناسبني اكثر يكون هيدروليك سيستم ممكن لسبب معين عندي سلندر عندي شيء زي هيك لكن هو ممكن انا هيدو هذا المحرك مش بينشبك هون ميكانيكي على هذا اللود اذا السرعه تبعته مناسبه ولا في اسباب معينه لازم تكون ليش نعمل هاي حولنا الالكتريكال لميكانيكال هو طبعا الافشنسي انا خسرت افشنسي هاي واضحه الافشنسي شو الافشنسي اللي خسرتها؟ في افشنسي في البامب وفي لوسز في البايب مضبوط؟ وفي عندك هون رح يكون في لوسز كمان في هذا السيستم في سبب لازم يكون في سبب معين ليش انا عملته غلط يمكن فورس اعلى سيفتي دكتور هلا احيانا بكون ممكن الهيدروليك سيستم هذا مناسب اكثر له علاقه كله في الديزاين انا بدي اعمل ديزاين للسلندر بدي اعمل شيء معين في سبب هيدروليك ليش انا عملته غلقت حالي بهذا السيستم وقف الفيديو هون